انت فين؟ انا كنت في المنحل. انا دورت عليك ما لقيتش حد في الهانجر. معلش انا قلت لهم النهارده يجوا متاخرين شويه. مال وشك؟ لا مفيش حاجه خالص. انا سالت عن هنا. خير؟ عرفتي ايه؟ هو تقريبا يعني في لخبطه هناك. صاحبتي قالت لي حاجه بس انا ما فهمتش. يعني حاجه ايه؟ ما تنطقي امينة هنا، مالها؟ لا هي كويسه، هنا كويسه ما تقلقش. ابنك بس هو ابراهيم ماله؟ هو كويس وبيتحسن يعني. بس صاحبتي قالت لي ان اسمه ابراهيم مؤنس عبد الرحمن الليثي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.